السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كشفت مصادر مطلعة عن تفاجؤ مكتب الدراسات الألماني الذي عينته الكاف لإعداد التقارير عن الملاعب المؤهلة لاحتضان كأس إفريقيا من نتائج تصويت أعضاء الكاف بمنح كأس إفريقيا 2025 للمغرب و2027 ملف مشترك لثلاثة دول. وأوضحت ذات المصادر بأن الفريق الألماني أعد تقرير مفصل عن أهلية الجزائر لاحتضان العرس الإفريقي بالنظر للملف المقدم والجاهزية التي تم التأكد منها خلال زيارة الملاعب العالمية المغطاة، وهو ما تفتقده كل البلدان التي تقدمت بترشحها. ودون مكتب الدراسة كل الجزئيات والتحفظات بشأن البلدان التي تمت زيارتها مع التأكيد على تطابق ملف الجزائر مع المرافق، وبالتالي الاتحاد الإفريقي للعبة أصبحت مصداقية وشفافيته أوهن من بيت العنكبوت، حيث بالرغم من تعيين لجنة مستقلة لتقويم الملاعب المرشحة لنيل شرف الاستضافة ما زال يمارس هوايته المفضلة وهي الكولسة، لكن هذه المرة أصبحت للعن في زمن تطور. دولة أوغندا التي تستقبل حاليا مباريات منتخبها في ملعب جابو تنال شرف الاستضافة بملاعب تم طرحه على الورق وتصميمات ستبنى بعد سنوات. تنزانيا بعد فضيحة نهائي كأس الكاف ووضعه الغاز المسيل للدموع في غرفة الفريق الخصم ينال شرف الاستضافة أيضا. كينيا بملعب واحد فقط ينال أيضا شرف الاستضافة بالرغم من أن دفتر الشروط يطلب 6 ملاعب جاهزة. وهنا أعزائي المشاهدين شاركونا أنتم بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.